اسمي مهند السلول، عمري 22 سنة. اللي صار معي كنت واقف جنب البيت، فجأة الدنيا كلها عتمت، صار قصف في حارتنا بجانب بيتنا لا بيت جيراننا، اتصابت في قدمي بكسور وجروح. جينا للمستشفى وانتظرنا 3 أيام حتى يتم تركيب البلاتين في قدمي. كان تأخير هذه العملية بسبب قلة الموارد وقلة البلاتين في هذا المستشفى، وأثرت علي بسبب الجرح العميق التي أصبت به في قدمي وأدى إلى فقدان الكثير من الدماء. والحمد لله تمت العملية بعد 3 أيام، وكما ترى تم تركيب البلاتين والحمد لله.